انتهت اخبار الخليج. لفتنا ايضا فتوى تقول ان خلع الملابس اثناء المعاشرة يبطل الزواج. ويقول الخبر ان اخر صيحة لفتاوى تويتر صدرت عن الشيخ علي الرباعي، اذ قال فيها: ايها الموحدون، اعلموا ان خلع جميع الملابس اثناء ممارسة العلاقات الزوجية تبطل عقد الزواج، فلا تتشبهوا بالكفار. وبموجب هذه الفتوى فان كل من خلع ملابسه امام زوجته فزوجته طالق وتحرم عليه. هذا كل ما في جولة الصحة.